مش ارحب يا رجال. هلا والله يا ابو غازي. لا تعبت يا ابو ربيع. لا ندمت. الله يزيدك من زوايد فضله يا غازي. انا رحت معك ودجيت اموري وتعلقت فيك، واخر شيء انت خليتني مطب. كافيهات ثلاثة فروع وارض تبني فيها الحين، الله يزيدك من زوايد فضله، مساحتها 900 على شارعين. اذكر الله. وغير اللي على الاراضي اللي خارج المنطقه. اذكر الله يا ابو غازي. انا وانت ما نروح، عطني من الدنيا هذه، تركتها تروح وتخليها. وانا مسمي ورعي على اسمك، انا تراني اقرب لك من هيك. والله مسمي ورعي على اسمك يا اخي. وش غير مسمي ورعك على اسمي؟ كيف وش غير مسمي؟ انت ورعي اغلى من الشيء. وما عندك اخوان؟ ولا عندي اخوان، ووحيد امي، ويا اخي ما عندي. قول لي يا مخلد. اسمع يا غازي، ترى اللكسس انا ما طلعت غرق. لو يجيني واحد ثاني قلت انا الفونشنر واقف ولا الدجسن واقف. ما في. انا انت اليوم الكبير اللي نحتريه يا ابو ربي. وجايب لك هدية بالمناسبة، أدري إن ما عندك وقت تروح تقضي هذا الغترة اللي طلبتها مني، الله يجعلها ملبوسة الحافظ. الله يبيض وجهك يا أبو غازي جدعان. إن شاء الله نارت رضاك واستحسانك. يا أخي يا أخي على كل شيء جاء مني يقطع 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 سعر الشماغ 100 ريال يا مخلص. يا غازي الهدية ما بلقى أنا عني لابسها 100 ريال. الهدية ما بسعرها بقدرها ومعزة راعيها. بيض الله وجهك يا ابو غازي، جنب الله حالي. الله ان الفلوس ان شاء الله. شوف على قالة سفرة غيبي، صر الدراهم جعل يمناه، فالشلل هي سليمة يمدي البخل شلل. منين شلل؟ الناس يجيها شلل بدون دراهم. جبريل يا ابو جبريل، شد الجنزيرة مضبوط، ولا تهس لا يمين ولا يسار، خلها لا يجي شتله كذا ولا كذا، وارفع الميده ارفع الميده. يا ولد ايش دخلك؟ عشان لو جاء سيول وانا اخوك ولا شيء تعدى الرجال ما تاخذه معاه. يا ولد انت تدري ما ايش تبي انت؟ انا والله مغرب. بعدين الجنزيره وش؟ الجنزيره هذه اللي حاطينها الخشب هذا يسمونها الجنزيره. والميده؟ الميده تحت الاحفروا. ما ادري ايش عرفك يا مخلد. انا اعرف تراني كل شغله اشتغلتها مقاول ورحت في الشريطيه حقين السيارات ورحت هنا ورحت. وش اصعب شغله اشتغلتها؟ اصعب شغله اشتغلتها سناب شات. المحتوى. المحتوى هو اللي دورنا هذا ما لقاه، لو اني شغال ما حد يدري عني ولا حد يدري عني. الحين بعد انكشفت ما عاد اني مدرق الراس يا غازي. شد الجنزيره يا هو. الجنزيره. هلا هلا. وشد الجنزيره. يا ترى اسمها الخنزيره. اي هذا راعي مخططات. هلا يا ولد العمه، صبحت بالخير. صبحت بالنور والسرور. يا مرحبا يا ابو ربيع، وبيض الله وجهك على المحل اللي باد انت تشتغل فيه وعلى البركه. هذا فيك. محل انت ما هو بلك لحالك، لك ولجيرانك ولربعك وللي يحتاج. اي والله. انا قام يدربيها على كبار عمايل هذا. انا العلوم اصخ اللي يا رجال. ربعك وين؟ ما عاد احد يجي، ما عاد احد يسيء. لا والله اللي حطيت محل وشافوا الريجي الجو. يا واللي حطيت غرفه اربعه في اربعه ما حد جاء، قالوا والله مخلد الا لا عندي عشاء عندي زحمه والله ما اقدر اروح اجلس عند الباب. اسمع اسمع. ما له شغل ما له شغل. يا كبرت مجلس جوك الريجي. طيب انت معي فلي الحين اذا جيت تتعشي قال لا ودنا المطعم يا اخي. ما نبى الرسمي اليوم. اليوم بيقول ودنا المطعم بكره. خلاص جايك بكره بتوديها البيت. يا ولد جايك جيل ما ملغي القلط والمجلس هذا. وين ترجع؟ عز الله مقمقت ام المجالس. انا والله ما خسرت الا ونعم. ليش تصب فيها قواعدها لحالها ب 600000؟ طيب حتى لو صبها ب 600000. ايوه هذا حاط الربع والنفس وحاط الريجيل ومدها للريجيل. انت ايش سويت؟ تجمعنا الفلوس لا تعاين فيها تنقص ولا تزود؟ والرجال اللي بيسوي ترده. اسمع ما بت نفسك ولا تفايد الناس. اسمع فلوسي ما انكم مسرحن فيها. ما انا ماني مسرحن فيها. وانت ما بس لا ترد الناس. وانت ما تعلمني وش احط وش ما وش حطيت. بعدين يا غازي جهز منظفات للعنكبوت في الزوايا ولا لا تظل تشي شباكها ما حد يجي. فاهم ولا ما انت فاهم؟ اسمع يا مخلد الرجال الطيب يجون هالريجي الطيبين. يجون هالطيبين مره ومره يعني لو صار ما عندي مجلس كبير وفيه مجمره كبيره ما يجون الريجي. اي والله ماني بجاي. ليه؟ اي اللي صار المجلس خمسه في سته وعزمت هذول 50 رجال. هذول كيف بجي؟ اسمع كيف بجي؟ هذول اللي وقفوا خدمات الناس روع بس واجيبهم اخر شيء عينهم في بعض ثم تهاجروا ثم تتافلوا فلحوا وقاموا ايش تبغاهم؟ يا مخلد انا خايف اني اجمعهم ثم يتهاوشون. والله يوم الافتتاح ترى فيه هوشه. لا 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 ما سلم علي ما صورني ما الحين سلمك الله وقت الروقان ينزل لك احلى كورتات يقعد راسك. يا اهلا، ست قواعد ربما تغير حياتك للافضل. الاولى دفن الاسرار ادب من اداب الفراق. الثانيه لا تسمع عني اسمع مني. الثالثه عندما لا تعرف ما اقصده لا تفسر. الرابعه اي سعاده تضعها في جيوب الاخرين ستعود ربما لتختبئ في جيوبك عندما تحزن.
الخامسة إياك أن تيأس فكل الصابرين قد جبروا. السادسة اقرأ ما تيسر من القرآن على قدر ما تريد من السعادة. شكراً.